السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ستورز بوين اب. اليوم غادي نشوفوا بعض النصائح اللي كتهم صيانة بعض الأجزاء ديال السيارة. أولا خصنا نراقبوا لي فيلتر كل عام، فيلتر ديال الزيت وفيلتر ديال الهواء، وباتباع دفتر الصيانة خصنا نشوفوا واش خصو يتبدلوا ولا لا. النقطة الثانية وهو الفيدونج اللي خصنا نتبعوا دفتر الصيانة اللي كيعطينا المدة والكيلومتراج اللي خصنا نتبعوا باش نديروه. النقطة الثالثة الباراليليزم والإكيليبراج. رابعا خصنا نبدلوا الكروة ديال الديستريبيسيون كل 60,000 كيلومتر. خامسا خصنا نبدلوا البنوات كل 5 سنين. واخيرا خصنا نبدلوا لي بلاكيت ديال الفران ولا الديسك ديال الفران كل 30,000 كيلومتر ولا كل عامين. كنتمنى هاد النصائح تكونوا استفدتوا منهم. ما تنساوش ديروا جيم وابوني لاشين يوتيوب، ونتلاقاو في حلقه اخرى من حلقات ستورز.ma.